اهلا بيكم، انا الدكتور طارق مأمون، استاذ جراحه العيون بطب عين شمس. انا هكلمكم دلوقتي على اهم موضوع بيخص طب وجراحه العيون، اللي هو تاثير مرض السكر على عين المريض. في مرحله ما نقدر نعالجها بالليزر، في مرحله اخرى بنقدر نعالجها بان احنا بنحقن حقن مخصوصه في قاع العين بتؤدي الى اختفاء هذه الارتشاحات، وهذه الحقن بتتحقن بنظام معين ببروتوكول معين، مش حقنة ولا اتنين ولا تلاتة، لا ده العين هيفضل ياخد منهم بانتظام. يعني لما بندي الحقن الرشح ده بيختفي، لازم الحقنة التانية قبل ما الرشح يرجع، ما بنستناش لما الرشح يرجع، وبيمشي عليها بنظام معين الى حين ما نقدر نتخلص من العلاج بهذه الحقن وتبقى الحالة خلاص استقر. في مراحل اخرى بيحصل تليفات على سطح الشبكية، هذه التليفات بتشد على نسيج الشبكية وبتخليه يتورم وبتخلي النظر طبعا ينقص. في الحالة دي لازم نعمل عملية، بنشيل هذه التليفات وبنريح سطح الشبكية من الشد اللي هو موجود طول الوقت ده، وبيبتدي النظر بعد كده يتصلح بالتدريج. أنا سعيد جدا بكل تعليقاتكم وبكل أسئلتكم عن هذا الموضوع المهم، وبإذن الله هجاوب على كل أسئلتكم في أسرع وقت.